هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الاسم الوحيد الذي تكرر في القرآن 2602 مرة. الله، الله، اسم لصاحبه كل جلال. الله، اسم لصاحبه كل جمال. الله، اسم لصاحبه كل كمال. الله، هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله، هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله، هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا فرجه. الله، هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه. الله، هو الاسم الذي ما ذكر عند ضيق إلا وسعه. الله، هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله، هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه. الله، هو الاسم الذي ما تعلق به مضطر إلا نصره وآواه. الله، هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل ضعيف إلا أعزه وقواه. الله، هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات. الله، هو الاسم الذي تستنزل به البركات. الله، هو الاسم الذي تستنزل به البركات. الله، هو الاسم الذي تستجلب به الحسنات. الله، هو الاسم الذي تقال به العثرات. الله، هو الاسم الذي تستجلب به الحسنات. الله، هو الاسم الذي تدفع به السيئات. الله، هو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مع اسم الرحمن، مع اسم الرحيم جل جلاله، وهما اسمان جليلان عظيمان رقيقان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. وقد ورد بداية اسم الرحمن جل وعلا في القرآن الكريم 57 مرة، وورد اسم الرحيم في القرآن الكريم 114 مرة بحسب إحصاء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. فالرحمن والرحيم اسمان جليلان كريمان من أسماء الحق تبارك وتعالى، مشتقان من الرحمة، كما قال جمهور أهل العلم. قال عبد الله بن مبارك: الرحمن جل جلاله الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب. هذا قول عبد الله بن مبارك في التفريق بين اسم الرحمن والرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد مصدر قولهم حمد يحمد، وهو ضد الذم، الثناء الذي هو ضد الذم. والحمد في لغة العرب معناه الثناء الكامل، فالحمد مصدر قولهم حمد يحمد، أي إذا أثنى على شيء، فالحمد ضد الذم. والحمد في لغة العرب معناه الثناء الكامل، والألف واللام في قوله تعالى الحمد، الألف واللام لاستغراق جنس المحامد أو للاستحقاق. إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، لتعلموا أننا قصرنا غاية التقصير في حمد الملك القدير وفي الثناء عليه بما هو أهله تبارك وتعالى. والله قصرنا غاية التقصير في الثناء على الملك القدير بما يليق بكمال وجهه وبعظيم سلطانه سبحانه وتعالى.